بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين وعليه نتوكل ومنه دائما نطلب العون والتوفيق والسداد والنجاح. أحيي بكم وارحب بحضراتكم من أرضية هذا الميدان. من هنا من ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة ينطلق شوطنا العاشر الذي ينطلق قبل قليل لتنطلق الأمال والتحديات ورحلات البحث عن الناموس المتواصلة على أرضية هذا الميدان. يسير هذا الشوط والذي حمل الأبكار المهجنات الأصايل مباشرة نسير مع مقدمة هذا الشوط مع المركز الأول. من يتقدم الأسماء؟ هناك محبوبة اللي على المركز الأول لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد مع محمد بن سعيد بن بروك الحميري في عملية التضمير. المركز الثاني هناك وصلت على المركز الثاني في هذه اللحظات الوثبة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الانهيان محفوظ الخميس الينيبي في عملية التضمير. نقلتنا إلى المركز الثالث فالوصول من قطنة سعادة الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني الثاني والمضمر علي بن حمد بن مقارح من يأتي في عملية التضمير. بينما المركز الثالث فرأى القدوم أيضا على المركز الرابع في هذه اللحظات. من بدأ على رابع المراكز؟ الضبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وخالد بالمر بن حلوة في عملية التضمير. نقلتنا إلى المركز الخامس هناك الشاهنية من حقن الرياسة أحمد بن مايد الخيلي. بينما المركز السادس هنا هملولة وصلت على سادس المراكز من هجن الرياسة علي بن يميل الوهيبي. والمركز السابع وصلت هنا ريما لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد الهيان نايم بن علي الغيلاني في عملية التضمير. المركز الثامن ثامن المراكز هناك في هذا الانطلاق الجميل والتحدي المثير بدأ على المركز السابع في هذه اللحظات. هناك لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وخالد بالمر بن حلوة في عملية التضمير والتدريب. هنا ننتقل إذن إلى المركز الأول، نعود إلى الصدارة الأولى، نعود إلى مقدمة هذا الشوط في هذا التحدي الجميل، في هذا التحدي الرائع والممتاز. هناك في هذا التحدي العودة إلى الصدارة، العودة إلى مقدمة هذا الشوط، العودة إلى التحدي الكبير والجميل. إذن المركز الأول وصدارة هذا الشوط في هذا التحدي بدأ هناك على الصدارة الأولى، بدأ على مقدمة هذا التحدي. إذن الوثبة على الصدارة الأولى لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان بقيادة محفوظ بن خميس الينيبي. من يتقدم بالشعار العيناوي ويأتي مع المركز الأول والصدارة. المركز الثاني هناك مع المركز الثاني وصول من شعار معالي الشيخ محمد بن بطي الحامد ومحمد بن سعيد بن بروك الحميري في عملية التضمير. يقدم لنا محبوبة. بينما المركز الثالث هناك قطنا لسعادة الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني الثاني علي بن حمد بن مقارح حياتي في عملية التضمير والتدريب. نقلتنا إلى المركز الرابع. المركز الرابع وصلت الشاهنية من هجن الرياسة أحمد بن مايد الخيلي في عملية التضمير والتدريب. يأتينا بهذا التحدي وهذا الانطلاق. بينما المركز الخامس أو المركز الرابع في هذه اللحظات هنا الضبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم خالد بن مر بن حلوة يأتينا وهملولة أيضا تتقدم من هجن الرياسة ويأتي الظافر علي بن يميل الوهيبي في عملية التضمير والتدريب. الله الله
الله يا هذه الشعارات يا هذه الانطلاقات يا هذه التحديات الكبيرة والمثيرة الرائعة الممتازة. إذا مقدمة هذا الشوط مقدمة هذا التحدي هناك مع الحبوبة اللي على الصدارة ولا الوثبة 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 على المركز الأول على الصدارة الأولى على مقدمة هذا التحدي. بدأ هناك شعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيانا بقيادة هنا محفوظ بن خميس الينيبي في عملية التضمير والتدريب. الله 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 بدأ على المركز الأول. إذن الكيلو المتر الأخير الكيلو الخطير بينما المركز الثاني ثاني المراكز هملولة من هجن الرياسة علي بن ميل الوهيبي يأتي مع المركز الثاني بينما المركز الثالث محبوبة لمعالي الشيخ محمد بن بطيئة الحامد ومحمد بن سعيد بن فروك الحميري يأتي في عملية التضمير تقدمة الشانية على المركز الرابع من هجن الرياسة ويأتي أحمد بن مايد الخيلي في عملية التضمير والتدريب. إذن العودة إلى المركز الأول العودة إلى الصدارة الأولى العودة هناك مع الوثبة اللي انطلقت بالمركز الأول قدمت هذا العرض قدمت هذا الأداء قدمت هذه النجومية الكبيرة التي تأتي بهذا الشعار الشعار العيناوي المتميز الرائع هنا مع المركز الأول مع مقدمة هذا الشوط. إذن هملولة على المركز الثاني من هجن الرياسة بقيادة الظافر علي بن ميل الوهيبي يأتي مع المركز الثاني الوثبة وهملولة اللحظات الأخيرة اللحظات الحاسمة. إذن الوثبة على الصدارة على المركز الأول اسمه الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ولكن وصلت هملولة هملولة اللحظات الأخيرة الوثبة هملولة هملولة الوثبة الوثبة اللحظات الخطيرة اللحظات الكبيرة السلوم يا سلام يا سلام يا سلام هنا اللحظات الأخيرة. إذن هملولة من هجن الرياسة علي بن ميل الوهيبي من يقدمها هنا باللحظات الأخيرة بينما المركز الثاني الوثبة من عارس الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل الحيان. المركز الثالث وصلت أيضا حملولة من هجن الرياسة رابعا وصلت شهنية من هجن الرياسة وخامسا الوصول من الشعارات الواصلة في هذا التحدي. إذا تهانينا والناموس لهجن الرياسة والثانية إلى الظافر علي بن ميل الوهيبي من قدم لنا هذا الشعار الجميل. إذن تهانينا والناموس لهجن الرياسة الثانية الظافر علي بن ميل الوهيبي 7:47 وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار بينما المركز الثاني الوثبة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الحيان محفوظ بن خميس الينيبي في عملية التضمير والتدريب 7:47 جزئين من الثانية. هناك من وصل على المركز الثاني بينما المركز الثالث المركز الثالث هملولة 7:53 وجزءا واحدا من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة وتهانية إلى الظافر علي بن ميل الوهيبي تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا في كل مكان مرة أخرى.